الى اولا ربحنا البريمير مينوتي مشينا شويه هكا كا ضربنا لنا تشكيله خايف الحمد لله بدا عرفنا كي نديرو ربحنا الماتش. طيب شو الخلاصه ديالك بعد هذه المقابله التسع اللي جاوا في الفرق الغربيه؟ تعرفوا بانه اخر مقابله هذا الموسم هذه السنه في الفرق الغربيه. احنا دائما موجودين الحمد لله باش نلعبوا على القناه الوطنيه ان شاء الله، وكما جات في مكالمه ان شاء الله احنا موجودين ونجيو ان شاء الله نلعبوا معكم.